السلام عليكم ورحمة الله متابعي قناة الثقافية، مرحبا بالجميع. إذا كنت من المتابعين الجدد اشترك الآن في القناة ليصلك الجديد بالضغط على الزر الأحمر أسفل الفيديو مع تفعيل الجرس، ولا تنسوا دعم المقطع بلايك. شكرا لكم جزيل الشكر. اليوم سوف نقدم لكم سؤال في العواصم. ما هي عاصمة سوريا؟ لديكم 10 ثواني لتجيبوا على السؤال. الجواب هو دمشق. صاحب الجواب الصحيح في الفيديو السابق هي عالم خنساء. شكرا لكم على المشاهدة، إلى اللقاء في فيديو جديد مع عاصمة جديدة. مع السلامة. لا تنسوا الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس ليصلكم الجديد.